الشاب من يبتدي يفكر في العرس يتمنى الولد، والأخص عاده من يعرس قالوا له بشرك ولد. زاد سروره وزادت بهجته وزاد فرحه، ويتمنى كل رجل انه يكون بشره ولد، او كل من كثرت الذكور كل من زادت اناسته. هاي غريزه في كل انسان، وهذا شيء متعارف عليه. حد منهم من الله يرزقه ولدين ثلاثه، عقب عاد اتمنى لبنيتي. هاي غريزه موجوده في كل رجل. فمن يوم عرسه يباغمون عليه المعازي، بشرك ولد يا معرس، بشرك ولد يا معرس، بشرك ولد يا معرس. وهذا شيء متعارف عليه، مفروغ منه. الأمنية هذه والرغبة هاي ما يتم فراغ. كل إنسان يتمنى الولد لجله، لجل أن الولد هو القوة، هو السند من عقب الله سبحانه وتعالى، اللي يسند العائلة، اللي يكون هو سند أبوه، عظيم إخوانه، هو يشل البيت فوق راسه، هو الكديد، هو المامر، هو الناهي من بعد عين أبوه، هو يربي إخوانه، هو يربي خواته. فلذلك كل إنسان أول ما يتمنى أن يكون الله يرزقه ولد البشر هذا. فأي عائلة تكون الخلفة بس نساء، تكون بعدين العائلة شوية تحس فيها وين فيها شوي من الضعف. إذا يوجد في العائلة العنصر الذكري هذا في البيت هذا، يعني يكون البيت فيه قوة شوية، أو عائلة تكون قوية في حال وجود. لأن من بعدين الوالدين منو بيقوم مكان الأب، منو بيكون مكان الأم؟ العنصر الذكري هو اللي بيباري خواته، هو عضيدهن، هو ليلهن، هو أمهن، هو أبوهن. الرجل في العائلة من عقب عين أمه وأبوه، هو الأبو، هو الأم، هو الولي، هو الوصي، هو القيم، هو الكل في الكل بالنسبة لهاي العائلة. فالولد في العائلة شيء وايد جيد، وشيء معلوم رزق من الله سبحانه وتعالى. والولد والبنت كلهم واحد، لكن الولد وجوده في العائلة وايد ضروري. لأنه البنات يوم يحسن ما عندهن أخو، يحسن شيء نقص عندهن، لأن الأخو هو سند في البيت من عقب الله سبحانه وتعالى. حتى وجود الأب، يوم يكون وجود الأب وموجود الأخو عند الأخت، الأخت تحس حنان الأبوة يهم مكانين، فلذلك تحس بالعطف الأبوي يهم مكانين. هذا شيء البنيات كلهن يعرفن شو اللي أنا أقصده. سنة الحياة محبة يتم مخلد. أنبياء وساروا، أولياء وساروا، صحابة وساروا، ملوك، سلاطين، شيوخ، ما حد تام على وجه الدنيا، كل من عليها فان. انزين، من يصير اللم وتصير اللبو، ويصير من تصير اللم ويصير اللبو، يتم الولد هذاك هو اللي يدير البيت، هو الوصي، هو القيم، هو العضيد، هو الكل في الكل من عقب عين اللم واللبو. فمن يتوفى اللبو أو يتوفون اللم واللبو بالفطرة من الله سبحانه وتعالى، الأخ الأكبر يتحول إلى أب، ويازم هو المسؤول عن الأسرة هذه كاملة، مسؤول عن خواته إن كانت أمه باجي، مسؤول عن أمه، يازم هو المامر الناهي اللي يشق ويرقع ويامر وينهي، لأنه هو الرجل أيا كان سنه، وبالأخص إن كان تخرج أو ريال غدا وابتدى يكد وهذا وعرف المسؤولية، هو يازم الكل في الكل، سواء معرس ما بمعرس، هو المسؤول عن خواته بالفطرة من الله. خلاص ما بيميله أو أنت مسوي إحسان أو مسوي معروف، لا، أنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام البيت. نعم، هذا بالنسبة للولد. والأخت الكبيرة تتحول هي الأم، تتحول هي الأم. خلاص هذا ماتت الأم، ختم العودة، هي تتحول للأم، تربي الإخوان عاد اللي أصغر،
توصل لدرجة التضحية فيهن. أنا عارف روحي من بيئتنا من دولة الإمارات عشرات الأسر البنت هي اللي ربت إخوانها ودرت العرس وشيء منها ودران حتى الدراسة أظهر من ثاني ثانوي وثالث ثانوي آزما يدار البنات خواتهم ويدارون أخوتهم وربوهم على خير خلق وخير تبيه لين ما كبروا فاتن قطار العمر لا عرسا لا اهتم بعمارهن وفات الفوت فاتن المد والغزل. الولد نرد نذكر الولد اللي في خير عليه رضوان من الله والله راضي عنه يضحي بحياته ييلس لين يربي إخوانه ويربي خواته لين كل شيء وعقب كان بيتفيج العمره. والبنت كذا الأمثال العودة تودر كل شيء في حياته وتنتبه لدراسة إخوانها وخواته وتربيتهم التربية الصالحة وتضحي بعمرها وتضحي بحياته وبشبابها لأجل تربي الإخوان والخوات إن كان البكر ولد أو أنثى. في كل الحالات الأخ الكبير هو يعزم الأب وهو الأم وفي كل الأحوال البنت الكبيرة هي تكون هي الأم وهي الأب في نفس الوقت في حال فقدان الأب والأم. الحين يا الله يحفظكم بنوصل إلى مربط الفرس. في ظاهرة نحن ما بنقول ظاهرة لأن توصل مرحلة ظاهرة إلا إذا تتعدى 40 أو 50% تستوي مرحلة ظاهرة، لكن هذا مش إنه مش موجود، موجود عندنا وفي الخليج كله موجود، في الشرق الأوسط موجود، شفناه في الأفلام في التمثيليات أيام الأبيض والأسود موجود ونقر إنه موجود كان وما زال إلى اليوم وإلى بكرة. أنا ما أرمس من فراغ، ما أرمست إلا أنا عندي شيء شايف إنه بعيني وسامع إنه بذنية. أنا ما أتكلم عن شيء من محض الخيال، أتكلم عن واقع مرئي وملموس ومحسوس ونعيشه ونسمع به ونشوفه في معظم البيوت. في أشياء حقوق بل حد من حدود الله سبحانه وتعالى، هي نعم حد من حدود الله سبحانه وتعالى، مثل الميراث من عقب ما تتوفى الأم ويتوفى الأبو، في ميراث، الميراث هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى غير قابل للجدال، ما في لا سر ولا تعال. الورث من يموت الأم ولا الأبو كان قصر، ترى الحكومة تأخذ الإجراءات، شيء هيئة القصر وشيء محاكم، هذا شيء معروف، لكن مش معناه أنك أنت حين تقبض حلال خواتك معناته أنك أنت الوصي مدامهن صغار وكبرن أكبرن، يعني أنت ما تعطيهن حقهن. شيء من المواريث موجود عندنا كان وما زال إلى اليوم إلى بكرة من 40 و50 سنة، الأخ العود مسيطر على كل شيء وعايش ومتنعم ومرهي على عمره، كل من طالب أن هالبنات يبن حقوقهن ولا شياته نبحوهن، نعطيناكن عيالكن بيلعبون في البيزات، نعطيناكن ريالكن بيفسفسن البيزات، يعني هذا حق الله، أنت شي خصك ابهن إن شاء الله يزخن البيزات يعقنهن بحر باب من كيسك، هذا من الله سبحانه وتعالى ورث، هذا حد من حدود الله، أنت ما تقدر تخلي حلال عليك أنت وحرام عليهن. شيء من البنات يخيلن يقولن حق الأخو عطنا حلالنا، فتلقط الأخو مديج عليهن ومسترهنهن أنهن يعني يخيلن ما بطايع زين هن خيلن. أنت ما تحس، ما فيك إحساس، ما فيك نخوة، ما فيك مروة، يرد ويقول والله أنا أحافظ على حلالهن. تحافظ على حلالهن من شو؟
20 30 سنه بالحلال، ومنو عطاك انت اللمر هذا؟ ان شاء الله يزخن بيزاتن ويعقنهن ابوي درام الكشره، يزخن عقارهن ويتبرع به ابوي وين يبن. انت ما يخصك الحين، ما بمدحب ولا خبايل، ترى بالحريم وعرسن ويابن عيال واصبحن يدات وحلالهم ما قبضن. متى بيقبضن؟ تراك انت يالس، ترى لو ما برزين وعاجل ما عرست وما يابت عيال وما كونت اسرة، ما كبروا عيالها ما تخرجوا. كيف يعني كيف انت عاطي عمرك هالصلاحية انك انت قابض الامر هذا كله عندك انت؟ وين حدود الله؟ كيف تاكل حلال ايتام؟ هذا حلال ايتام حتى لو كبرن، ترى كان ايتام اي صغار وانت متدير على حلالهم، وكبرن مفروض تعطيهن سامانهن، تعطيهن الليلهن، خيلن يومهن صغار حين كبرن تم الخيال مكان غلاك مكانه، لكن ما بنك انت تركب فوق روسن يعني بلهالدرجة؟ ما فيك أدب، ما فيك احترام، ما فيك مخوفة من الله سبحانه وتعالى. هذا بهتان، هذا يور اسمه، انك انت تديك على خوات. هذا من برك الوالديك يعني، عبارة انت عبارة حين تعق والديك، انت تعقهم حتى في مفروض انك تبرهم بانك تعطي اخوانك وخواتك حقوقهم، هب ترقد على حقوقهم، عبارة كأنك انت حين تسوي بهتان ويور، ما وينك عن الله؟ شيء طبيعي، الكل منكم والجميع يعرف ان الموضوع اللي انا اتكلم فيه هذا موجود. شيء منهم الطموا حلال خواتهم واخواتهم من يومهم صغار وقالوا يا حبيب النبي، ما شافوا لا يرد ولا يريد، خلوا على العائلة، ما خلوا لاخواتهم لا يرد ولا يريد، قالوا يا حبيب النبي خذوا ارقدوا على الدج، ما خلوا لهم حتى بيزة يحجوهن عيونهم. كيف تشوف هالشيء حلال عليك؟ كيف تشوف هالشيء عدل عليك انت وعلى حرمك وعيالك؟ تشوف اخوانك وخواتك كلت ما وراهم ودونهم، بيعت ما وراهم ودونهم ورقت عليه، خدت الاجارات وخدت المصاريف وخدت العلم وخدت الخبر، وحين يوم كبروا بغوا حلال والله ما لكم شيء. هل هذا يليج في العقل؟ وحد من العرب يقول والله انا ربيتكم وتعبت عليكم، هو الحينه لازم تنازل لي عن البيت هذا، لان منو حاضاكن، منو كد عليكن، منو رباكن، حاط عمرك ان مسوي مني. يا ولد الناس انت فاهم الموضوع غلط، انك انت تربي خواتك او تدير بالك من اخواتك على اخواتك هذا شيء بديهي، هذا انت ما مسوي يميل الحين، انت ما مسوي معروف، هذا شيء روحه يستوي من الله سبحانه وتعالى. الكبير يداري الصغير، واللي ما عندي يعطي اللي عنده، الكبير يربي الصغير، شيء بالفطره، هذا يجي بالتلقائيه، ما يجي بوصايا ولا يجي بامر ولا يجي بشور، هذا منك، من شيء متعارف عليه، ما بشيء جديد هذا توك تباد عنه. هذا واجب انك تربي خواتك واخوتك، هذا واجب غصب عنك، مش على هواك. ان كان الوالدين خلوا شيء او ما خلوا شيء هذا واجب، ما بالك خلوا شيء وانت تصرف عليهم من مالهم وابوهم، وتالي التلاهي تقولهم والله انتم مالكم شيء، او تنازلوا لي عن القسم الفلاني او عن حصتكم في الشيء الفلاني، حق اني انا بدال تعبي وتضحيتي. هذا حبيور، هذا يور وبهتان ما انزل الله به من سلطان. والله ما تعاب الا صد، قال لا هذا ابوي بدال تعبيه لازم تعطوني الشيء الفلان، تنازلون لي من هذا الشيء من حصتكن لجل اني انا ربيتكن وتعبت. منو قال لك ابوي انت؟ ضرب بريك ابوي بالراض على عمرك، يسد انك انت رب العالمين عاطنك حق الذكر مثل حق الانثيين، عاطينك دبل وبعق طمعان في حق
انت رب العالمين عاطنك حق الانتين، بعك طمعان في جسمها الفقيره، هذا هبل ليور. وينك عن الله؟ شو تبى الله يسوي بك؟ شو تبى الله يسوي بك يعني انت؟ الاموال هذه من توفى اللم او اللبو على طول من يسوي حصر الارث، دقيقه ما يتاخر، لازم كل ذي حق ياخذ حقه. ما حد يتم تضايق ويقول انا الفورمن ولا انا ديتشو ديتش الحمام، بتقبض عمرك تسوي عمرك ديتش الحمام تتقوى على خواتك كلها نبوي كبار وعندهن الهس الذهب، بحال انك انت ما بغيت الذهب تقدر تتنازل عن حقك، بعد ما بدك تعزر عليهن اعطوني هذا الشيء. الريايل اللي فيها خير يتفقون ويتفقون على كل ما هو يسعد الخوات يسعد الاخوان، بالذات الانت ما حد ياكل حقها. رب العالمين عاطنك انت ضعفين ما عاطنها هي، ضعفين عاطنك، بعك تطمع في جسمها هي. يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ما يوز ابدا انك انت تتاخر توسيع التركه، ما يوز، ما عليه، بتحطونهم في شركه بتحطونهم تسوون شيء يقطر على الاخوان والخوات كل شهر او كل سنه او اللي هو، لكن انك انت تقبض حلالهم على اساس انك انت تديره ويخطف عشرات السنين، يحيى الحي ويموت ويموت الحي ويحيى الميت، وانت ابدا راقد على الحلال متع عمرك متع عيالك، وهن يدورن البيزه من تحت الارض. معقوله؟ كيف يعني انت تشوف هالشيء حلال؟ كيف ترضى على عمرك؟ كيف ترضى على نفسك؟ كيف ترضى على حياتك؟ كيف تتوقع ان الله سبحانه وتعالى بيوفقك وانت ماكل حلال اخواتك وخواتك؟ نعم، الاعتداء على حق الورثة هذا شيء ظلم. وسيصلون سعيرا، يصلون سعيرا جهنم، جهنم بتاكلك يلي مديت على حلال اخوانك وخواتك، جهنم بتاكلك في الدنيا وفي الاخرة، بيظهر لك ابوي شرات القرون بين حياتك، بيظلم وجهك، وجهك وجهك بيغدي مظلم العياذ بالله، انك انت حارم اخوتك وخواتك من حلالا. هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى، انت شي خصك فيهن؟ ان شاء الله يحرجن البيزات، ان شاء الله يعقنهم بحر براي ما عطت ريلها، والله نحن حاتي عطيت البيزات بتعطيهن الريل، متخي شي خصك؟ كجا مرحبا، شي خصك فيها؟ ريلها بتبني ويا بيت، بتشتري له بيشتري لها، بتعطيه بيعطيها، ترى هي له وهو لها، ما شيء مشكلة، هي راضية، أنت شي خصك؟ شي شمع أنك مصارفين لك إن شاء الله تزخ بيزات وتعطيهن اللي تعط، أنت ما يخصك، اللي عليك أنت أحيانا تشل الحلال هذا وتجزمه بما يرضي الله، ما بشيء عندك أنت وراقد عليه، ما عليه، ما ينكر حال، انت تتروع على خواتك ان يطير البيزات او اخواتك يضيعون البيزات، ما عليه، بتشاور وياهن في حال وافقا واقتنعا الاخوان ويا الخوات، بتسوون مشروع، تاخذن عقار، تسوون شركة مساهمة، هذا كله ما شيء مشكلة، لكن ما تديش عليهن، ما تحرمهن، ما تحرمهن حلال الله عاطنهن اياه، نصيبهن من الله سبحانه وتعالى، ما يستوي انك انت تحرمهن نصيبهن، هذا من الله، هب انت عاطنهن اياه، اعطاك الله وجمه. فهذه نصيحه لكل من رب العالمين استأمنه على حلال اخوانه وخواته، ان يراقب الحي القيوم، يراقب الحي القيوم في بر والديه في اخوانه وخواته.
انت عباره كانك احيا استعق امك وابوك حتى في بعد ما ماتهم، انك انت ما تعطيهم الليلهم، هذا كله عقوق من عقوق الوالدين. مفروض انك تبرهم، انت حين يوم تباري اخوتك عبارك انك تبر امك وابوك من بعد فراقهم، ما بالك شين وقوات عين ماكل حلالهن ومتلوت عليهن ومسوي اليور والمنكر في حياته. حرام زقوم في بطنك كل ارض خدت منهن، حرام زقوم، ما يسامحك لا الله ولا عباده في حق اكل حلال اليتيم. اربعانات شرخيه حمراء جهنم تصلاك وبئس المصير لين تقوم ناقه صالح. شي طهرك، لا بر لا بحر، لو تتصدق لو تتوب لو تطوف تجلس دبه حياتك تطوف على الكعبه، رب العالمين ما بيقبل توبك، ماكل حلال اليتيم، وين الله بيقبل توبك؟ انت ما لك توبه، خذها مني ابدا في الدرك الاسفل، مالك توبه مالك توبه. ولو واحد منهم ينط ويموت هاي اللي انت اكلت حلاله، لو بتصير تصيح عند قبره دبت حياتك بدال دموع دم، والله يا ابوك مالك مغفره من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابوي اللي حيد عمره متليوت على حلال اخوته ولا خواه، على فكره انا ما رمستر امسح من فراغ، هذا كل ابوي انا مقايه في نفسي يعقوب. فلذلك ابوي كلنا ابوي عقله راضي، وكلنا ابوي عنده مخ، وكلنا عنده حواس، بيعرف شو يسوي شو ما يسوي، ما يحتاج حد يتوصى على حد. ان شاء الله تزخ بيزاته وتعقهن في درام الكتره، ان شاء الله تزخ بمجوهرات امها وتعقهن ابوي، وانت ما يخصك فيهم، وانت ما يخصك في اخوتك، خل عطوهم ابوي حلالهم وكل حر خلاص. يعني ابو ورث مقبوض من 30 و40 سنة هينان، هو هينان والأخبار ما اشتكت، مخيلة مقدر منك أخوها العود، أنت عمرك 80 وهي عمرها 60، متى تأخذ الورث؟ وصلت عماركم فوق 70 و60 و50 و40، متى يقبضون ورث مساكين مسكينات؟ متى يقبضون ورث؟ متى يقبضون؟ متى يتمتعن؟ متى بيشوف ان هذا في الاخره؟ في الاخره ما يبنى، يبنى حين بدامن ابوي على في شدهن وعدهن، بيصير بيصوغن، بياخذن حق حريم عيالهن، بياخذن حق عيالهن حق بناتهن على هواهن. متليوتين على حلال الخوات؟ لا والله الله لا سامحكم، لا دنيا ولا اخره، يلي راقدين على حلال خواتكم، ما اشتكن ما شاكن، ما قال حق زيد، ما قال حق عبيد، من الأدب من محبتن لكم، حاشمينكن حاشمة البنات حاشمات الإخوان، ما يبن الفضيح، ما يبن القال، ما يبن القيل، ما يبن الشيء، ما حد يكشف عن عمره، ما حد يبي يفضح إخوانه ويشتكي في المحاكم ولا عند زيد ولا عند عبيد والناس تدري، ما يبون. البيوت ابوي صناديق مغلقه، البيوت صناديق مغلقه، ما يبن صبرا هالدهر كله، خلاص خلاص وقف عب. الصبر مل منهن، الصبر مل منهن، وانت كيف تستحل الشيء هذا عليك؟ لا والله الله لا سامح كل من يتلوت على حلال يتيم. تصبحون على خير، انا وصلت غريبة بن ياسة حينه، بس نرمس ان شاء الله بكره، بكره شيء امور بعد. يلا يتني اقول لكم عده رسائل، من ضمنهن والله شيء من الرسائل مؤلمه، شيء طبيعي انا تشد، عشت وشفت في حياتي هاللي اختفت اشياء مماثله. وحده تقول عاشت امي وحيت وهي تتريى اخوانها يعطونها ورثه، وماتت امي ولين اليوم ما حصلت شيء لا هي ولا نحن من الورث. معقول هذا يستوي؟ معقولة؟ وتقول يعني شيء تول حياة يدي مخلف، لكن ما بيدينا حيل، تليوتوا على حلالنا وحلالنا. يعني المهم وينك عن الله
وينك عن جبار السماوات والأرض؟ شو حياتك أنت؟ شو مصيرك في الدنيا أنت؟ شو بيقدي وضعك؟ الله شو بيسوي بك يا أبوك أنت اللي ماكل حلال هلك؟ يلا تصبحنا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم الصباحي والورد والميلاحي. هذا نشيد الصباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور والورد المنثور. سيرة العين البحر كانت فنانة، واستانست وخلصت وعيت من الله خير شغير لين سائر عسبه، وسرت وقضيت ومضيت وخلصت شغلية وأديت الواجب اللي أنا ساير عسب، والأمور طيبة. وجو العين، جو العين فنان، جو العين فنان، ما خاف إلا جو العين، ما خاف روح أهلها. ما زين الوقت اللي قضيته هناك، عينت من الله خير. زي يقول العرب يقولون الأول، والله سيرة الليل ما بفنان ولا بغاوي وما بزين سيرة الليل، ما بزين سيرة الليل في البلاد اللي أبويها شوارع حبوي ما فيهن ليتات، الطرق مش مضاءة، البلاد اللي ما فيها ليتات الشوارع، لكن الحمد لله الإمارات ليتات أبوي وصري الشوارع، حتى الفرعية والرئيسية والدولية وكلها أبوي الشوارع كلها منارة، كلها إنارة، حتى اللي تحت الجسور الطرفانيات شرق وغرب اللي في الأماكن النائية كلها فيها إنارة. والله يا ابوك سرت وييت تحرع عمرك سايف النهار الليتات تلب تبارك الرحمن طول حط الدرب من بضبي من العين ومن السلع ليل اللي في جيرك، كلها الطرق إنارة وكلها الشوارع فنانة، تلق الشوارع تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله، شوارع زينة والأمور طيبة وما منها خوف، منها خوف السري، السري ما منها خوف. ما شاء الله شوارع الإمارات كلها غير عن شوارع كل البلاد في الدنيا العودة، الشوارع اللي في اليابان والشوارع اللي في على البحار واللي على الساحل واللي في نص النكاكيد والطعوس، اللهم لك الحمد. نحن أبوي نمتاز بنية تحتية في الإمارات ما شيء يقوى عنها ولا تعول تبارك الرحمن. أول الشوارع شركات الأولية تتحيدون كل يوم، كل يوم هالترجيع من يخلص المشروع نهار ثاني يحفر ودفن يحفر ودفن يحفر ودفن، حين لا يتم القوانين والله الصارمة يتم القوانين الصارمة من يخدمون الشيء لكل الزمن. بنار مش عاد خلاف الله يحفظكم. يلا شو الدخنات، ترى شيء بداخل خاصة الأول من الاحتراف، العادات والتقاليد، من العادات والتقاليد، هاي أشياء من العادات والتقاليد لازم أخبركم عنها. العادات والتقاليد شيء مدخن للريايل وشيء مدخن للحليب. مدخن الريايل ما ينحط فيه دخون، فقط عود، هذا من مذاهب البيت المعروفة. يعني مدخن الريايل يسمون ما يستعملن الحريم أبداً، حريم يحطن مقرس يحطن دخون يحطن عود ممسج، الريايل الميالس ما لهم الا العود الصنفي، العود 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 الصريح، العود اللي على بطن وظهره، ما ينحط في مدخن الريايل اي شيء من انواع الدخون للحريم. مدخن الريايل روحه مفنود، ومداخن الريايل روحه مفنود، روحه معزوله على يم، هاي روح المداخن. كذلك مداخن الحريم، بداخل الحريم روحن، روحن هاي اللي نحط فيهن اللي هن يبن، بغى نعود صريح ونبغى نعود ممسج، نبغى نعود معطر، نبغى نعود ملبس، هذا كله يوجد، نبغى مقرس، نبغى اللي يبن على هواهن. ها يا غير شيء مدخن، من غير المدخن من ينثلم، ينثلم برطمه ولا ينكسر شويونه، قالوا هذا خلوه للشو، للحمام. الله يعز ملك والسامعين، مدخن الحمام روح لازم، هذا في كل بيت مدخن الحمام موجود، هذا شيء متعارف عليه، دستور ماشي عليه أمة لا إله إلا الله، مدخن الحمام روحه معزول، يستعملون للدخون البياعي أو يحطون فيه مدخون مال سربجي. ومدخن اللبان هذا روحه، مدخن اللبان هذا عادة ما ينحط فيه
كان لبان روحه يوم بيتهلعون هل البيت مغير بان بغاو يدخنون البيت بالبان ولا شيء على هو حد من العرب يعيب ريحة اللبان، حد من العرب ما يعيبه. أنا ما أعرف حد هو يوزله ريحة اللبان، نحن أنا اللي أعرفهم ما أحد ما أعرف حد عرفه معرفة زي ما زين ويحب ريحة اللبان ما أعرف. اللبان في المضايف الضيف يوم زيارين ماد زار يستعملون اللبان، لكن كبيت ما أدري، الله أعلم الله أعلم. لكن أنا شوف العين ما شفت شوف عيني ولا سمعت بذني أن حد من اللي أنا أعرفهم لا من الأوليين لا من اللي ماتوا لا من اللي من قضى نحبه ولا من اللي ينتظر، ها كلهم أنا ما أعرف حد. ما أدري شو اللي خلاني أطري سالفة المداخن يوم شفت المدخن الحين يفوتخ تذكرت. الله عليكم بياض الوي بياض الوي بياض الوي كريستال المدينة، هذا أبوي وارد كريستال المدينة من العصفور، وكلاء كريستال العصفور هذا واردهم. ها شو ما شاء الله ما شاء الله بلاد سدت عن لك 600 شيء، اللهم لك الحمد. يلا بنلبس خلي ما خبرتكم عن شو بعد اليوم. ايه اقولكم اليوم بنسوي لكم خبيصة مخدومة، الخبيصة موجودة على اليوتيوب لكن ما أدري وين تحت أي عنوان، دورناها ما خلينا بقى. كل دقيقة تجيني مسج بمحمد دبا خبيصة الدبس. إن شاء الله اليوم خبرت أنا حين حفيظ مزهب كل شيء بخلي خدمها وأصور لكم إياها إن شاء الله. أقول لكم تعقيبا على موضوع اللي كنت أرمس فيه البارحة في الليل وأنا جاي من العين، تعقيب على الموضوع حين أنتوا يا الكبار ما شيء مشكلة بتقطعون تذكرة وبسيرون، بطيح البلشة في العيال. والله يا أبوكم أسير المحاكم أشوف ناس يتشاتشون في المحاكم، عيال عرب وناس وقبائل كله والسب المواريث، كل هذا حاط 10 محاميين وهذا حاط 10 محاميين وهم أهلية بني عم وإخوان وفي بيت واحد من طائفة وحدة ومن صفوة القوم. والله يا أبوكم لا تشوفون عددهم عدد كبير والسب الشو يوم يتداخل الحلال بالحلال، يوم يتداخل الحلال بالحلال هذه مصيبة كبيرة. فاللي يتضررون ما بلا الكبار، اللي يتضررون الحين العيال بكرة وعيال العيال، هاي كلهم بيتبالشون بتستبيس. هاي يوم يقول لك بينهم مال ما جسم يطرون، هذا يوم يقول لك بين عنب وبينهم مال ما جسم، بينهم مال ما جسم يطرون هذا الموضوع، يطرون هذه وامثالها. يوم يقول لك والله بينهم مال ما جسم، هاي مصيبة عودة. انتو حين بتقطعون تذكرة وبتسيرون الله يغفر لكم. انزين لك العيال، العيال حين هذا حاشنه ابوه وهذاك ولد الاخت حاشتنه امه وقايلين بين من تغمض من تشل تكراعك يا ابوك شو بيستوي، بتستوي حرب داعس والغبراء. لا دخيل والديك ولا ناس لادمي اللي حيد عمره شيء من حقوق اللواد من 30 و40 و50 سنه لين اليوم لين بكره بعدهم ابوي العيال عيال عيالهم يا ابو عيال ولين اليوم ما خلصوا دممهم. ضروري ابوي كل انسان يبري دمته قدام الله سبحانه وتعالى، ما شيء فايده. هذا اخر نقاش واخر كلام في هالموضوع، جزاكم الله خير. جزاه الله خير كل انسان بيرد على 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 ترد له دهونه وبيتذكر ان الله حق وبيعرف ان شوف هايدة العمره والحج وطواف وصدقه ولا لا، وانت ماكل حق اخوك وابن عمك ولد اختك وهذا ما يستوي ما يستوي. شو حلل هذا عليك؟ كيف استوى حلال عليك هذا؟ انت ما استوى حلال عليك الولد، حرام متليوت على مزارعهم ومتليوت على حلال. والله هذا كان عند ريلي، كان عند ريلي تدريب ان هذا اللي كان عند ريلك هذا ما بحلال ريلك، هذا حلال يد عيالك، حلال يد عيالك هذا وريلك تليوت. اي انزين تمين على وانا اخوض مع الخائضين. انت ابوي في صقر، هذا الانسان اللي يامل على سواد الوي ويقول والله انا ما ادري، هل لو انت تدرين ما رقدتي على حلال ليتام الا انت تدرين وعندك يقين ان ريلك ماكل حلال. زين عدلي الوضع، انت عدلي الوضع واطلبي الرحمه للريل ووثقي الامور والامور بتمشي عدله وبيتخاون الاخوان وبني العم بيردون جماعه.
هذا المال اللي ما انجسم هذه مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة متشتتة، أكبر العوائل وأكثر الناس، يعني هاي مصيبة عود. خطفي كم بتخطفين يا ماي، خطفي 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 يا الله صباح النور، خطفي دوبة دوبة دوبة. هاي لا إلا الله. يلا برا إيه بنسير سوي بتريق وخلا بنسوي الخبيصة. يا أبوك من الصبح وأنا واعي واللي في راسي طالبين غنية سامرية عبد المحسن المهنة، من الصبح عدت 40 ودي 40 ودي سامعنها، كل موقفة عدتها كل موقفة عدتها كل موقف يا متلف الروح لما تنظر الحالي، الناس نامت وأنا عيني صغيرة. غاوية هالغنية من السامرية، من السامريات الأوليات. ها ايش عندك؟ عليك السلام، كيف حالك؟ ها ظهر من العمليات؟ تسوي عملية؟ بسم الله شو تسوي؟ زين شو تريد الحين؟ زين ريدي ولا ما في ريدي؟ ريدي بس خمسة دقيقة. زين حاضرين يلا أبوي حطي. عبارة عن شو هذا؟ أول فتح القرطاسة مسمن في الفرن، مسمن بالفرن عبارة عن زي فتح كامل كامل قرطاس. يا الله هذا ش... كله الحشوة كلها واحد ونمو انت شو عاد علي حسك هاي شو داخل؟ في خضر داخل، خضر زين. والثاني نفس الشيء كل الحين داخل خضار. هذا تونة، تونة وخضارة. من الصبح منو بياكل تونة؟ بالليل ناكلوها. أبوي أنت تاكل حتى الحديد؟ حرام عليكم. أنت ما أقول عنك. يا ربي تونا من صباح الله خير. أصبحنا وأصبح المثل لله. من زين في العافية. الله يعافيك. تليفون الأحمر يسلم عليك. طلبنا الطلبية إن شاء الله بيوصل بعد 7 شهور. وين ساعة؟ كم هي؟ هي؟ أيام هي؟ هذا كلنا لكم المدخل من صباح الله جلسي تحت. يا الله لا حول لا قوة إلا. وين الشعر؟ وينو؟ أمس خنابيل لين المحزم واليوم ما شيء. هذا أبو يقول لك أبوي يا من أمس غني وأصبح فقير. لا حول وين الشعر؟ أي وين شعر هالفقيرة؟ وينو؟ متى بي طويل عند الله علينا اللي ما يحين طويل هالسنين كلها حين بيستوي طويل. صبر جميل بالله المستعان. يبي عاد هني فردي الكاميرا جداي. هذا الجبن الله حفظكم جايينا من لندن، جبنة هوش، جبنة هوش. من وين عاد جاية هاي؟ ابوي ظاهر من غزر ما. هاي جبنة هوش معتقة، جبنة هوش معتقة توجد في لندن. هاي نمونة، وهاي السكين خصوصي لها، لازم هالنمونة. خيبة يا ربي يا ربي صباح معركة. أيوة هاي هي جبنة الهوش اللي ماشي شرابك، جبنة الدنيا الأولى. هذا أنا أعشقها ضروري، هذا اللي هالنمون اللي تشوفونه في النص فيها هذا لا بد ولا عذر. هاي جايتنا جبنة الهوش من علي بن غانم، من عند علي بن غانم. هاي الله يحفظك جاي علي بن غانم بن حمود، علي بن غانم من فريج التجار، من فريج التجار جاي هالجبنة اللي تشوفونها. أبوي توها وارد البارح واصلها، البارح واصل يوم أنا في خصب 3 أيام، من 3 أيام جايبين هالقطع. لكن جبنة، الجبنة الأصلية اللي رقم واحد شيء جبن، لكن جبنة اللي تظهر من مصدر غزرمال هاي روحت غدي مميزة. إيه تضحكين كرتي؟ يلا بس عادة شكرا. بعدها تأكلها ها. والله رقم واحد في حد ساي لندن يوصون أبوي، كل من حد سار، كل من سار علي بن غانم بن حمودة لندن وصوه قولوا له يجيب لكم أبوي. ترى أبوي كمبني من كمبني الكبار، وأبدأ ما تنقز إلا السمين، بيجيب لكم كواوين. يلا عليكم شامل. شو عندك داخل هذا؟ هذا في 20. شو أخبارك؟ الحمد لله. وين أنت؟ أنا موجود. أنت زعلان مني؟ لا أنا زعلان والله. أبدا أنا ما أبقى زعلان. ما في زعلان؟ لا
اذا ما في زعلان تعسب اغنيه. على عين البيت كله خايف لا ما زعلان. ما مت... شغل خباله هذا اعطي دواء عليه ربوك اعطي دواء. زين متى يسوي اغنيه؟ اي وقت انت انا حاضرين. بارك الله فيك. شكرا. هي شو بيسدك عند الحريم؟ شو سوي؟ شو كل اللي جالس عند البنات؟ ليش 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 تجلس عند البنات؟ ما في شيء مشكلة. عيب؟ ليش عيب؟ شو هالحوض اللي يسوي لنا؟ بيض أو اندومي. وهذا شو الأبيض؟ أبيض هذا بيض. بيض هالنمونة؟ أيوه. هذا بيض أكل مال بط؟ لا. بنات خبيصة الدبس، قوطيين طحين اللي هن هايين، قوط السميد هذا، قوطيين طحين بر أو طحين عيش أو طحين رقم 2 أو طحين رقم 3. نحن نستعمل الطحين البر هذا الحمر. نزيل قوطيين طحين بر، نص قوطي دبس، نصه هذا نص قوطي دبس، ونص قوطي شكر، نص فنيال مورد، ثلاث فنايل دهنة طيبة، دهنة خنينة، دهنة ويستحسن دهنة الخالدي. زين زعفران من طيب، قناد ضروري القناد يكون نعيم، شرات الفودر، شرات الفودر يكون القناد عسب ما ينقرض في الدرس. زين الماي كم الماي؟ قوطي نص. ها قوطي نص، قوطي ونص قياس القوطي الخبيص هذا، هذا القياس عم ادري به. المكونات اللي داخل موجوده الدبس والشكر والماي، المكونات اللي خبرناكم عنها. ومن تطبخ يجلب شويونه صبوا عليه الدهنة، صبوها الدهنة، صبوا عليها ماء الورد، عقوا عليه القناد والزعفران، وزادوا عليها الضوء. من يصير يجلب شويونة جلب، هاي طريقة خبيصة الدبس. خبيصة شو الدبس. والجدر عندك خالي هني ثاني، الطحين كودوه هني، طحين حسب الرغبة، اللي يبغى رقم 2، اللي يبغى رقم 3، اللي يبغي طحين بر، اللي يبغي على هوا حسب الرغبة، ولا طحين عيش، ترى طحين عيش ياكل مروق أكثر. ها الحين خلوا ذهب، ترى ما يخلوني يطبخ وايد الدبس عسب ما يمرر. لو تحت ملبقه شيء خفيف والجدر هذا على ما تشوفونه، نشوا شلوا المرق، اول ما يجلب جلب الثاني سيد مرقوا، شلجله لجل كثره الطبخ يمرر بالخبيصه، خبيصه الدبس ما تبى زود طبخ، يزيدون المرق ينحط على دفعتين او ثلاث، ضروري ما ينحط دفعه واحده، الاخير ينحط على دفعتين. يا ربي ليتكم تروحون اللي انا اروحها، ليتكم تروحون الريح اللي انا اروحها. شوف الخبيصه، يا سلام لا اسمك يا مناك يا حفيظ، شكرا شكرا يا حفيظ، شكرا شكرا يا حفيظ، شكرا. سامحونا على التأخير للي طلبوا طريقة خبيصة الدبس من مدة ولا حطيناها. في ناس تفضل ان تسوي خبيصة الدبس بدون شكر، لكن كطعم ألد يوم بتغدي النص بالنصيفة، نص دبس لازم راعية البيت ها تمرد شوي شوي ها لين تخلص كفاية الخبيصة تاخذ مروقها كامل. على فكرة نفس الطريقة هذه تقدر تخلي نص الكمية ناريل محموس مهنهن ونص الكمية طحين، بعد تتسمى خبيصة الناريل، خبيصة الناريل تتسوى على سميد وتسوى على عيش وتسوى على طحين بر وتسوى على طحين رقم 2، النص بالنصيفة يحمس الناريل، يحمسون شويون يتهنهن، يغدي حمر خلطوه ويا الطحين ومرقوه على ما تشوفون، تغدي ريحته من اروع ما يكون وطعمها لذيذ. شو الحين ترى يبين مروقه زايد، الحين يخلونه يسكر، يسكرونه يحطون ضوء تحته بسيطه ويخلونه يتعارك على الاقل نص ساعه ولا قاصر زايد شويه، وعقب يكشفون عنها بتشوفونها روحها تختبص. السر في هالموضوع الحين لازم يتسكر الجدر زين ما زين، ما يتنسخ، ان تنسخ ما اعتدلت الخبيصه. ها يسكر لازم ينضع على دوبه والضوء هباب تلحق الجدر، شيء بسيط
ما يستوي شيء مال هوي هوي. اي خدمه الادمي بيخدمها مال هوي هوي ما شيء فايده، ما شيء فايده. اي شيء مال ما سرعه سرعه، كل شيء براب يجي مرتب وزين وفنان وعدل. شوفوا جدرنا ها لين الحين بعده دافي، ما الروم انزل الدهنه لازم تبرد مره غدي بارده، ما ظن تبرد قبل المغرب. فلذلك ان شاء الله من تكمل وقتها تنزل في الدباب وفي الغراج. شكرا يا حفيظ. يوم لغايه تسقرني ها، كم دقيقه يريد؟ 40 دقيقه. هي ساعه الا ثلث. شكرا يا جماعه الخير، ترى الرقم المهندس منهل مدير اعمالي هذا ابوي حاط لنا الرجال موظف يسوي لي المواعيد، يرتب الفيديوهات، يكتب ما ادري شو، ينسق الترتيب، يكتب الكوتيشنات حق الشركات، يسوي تنسيقي وعلمي وخبري، يسوي ترتيب وايد، تقطيع الفيديوهات، الانستغرام، السناب شات، يسوي حساباتي مال تويتر، يرد على الايميلات، يرد على ها شغلته. ما شغلت ابوي من وين جايبين الحرارات امهاش الشوك وين بنلقط؟ ما ابوي ما يخصه والله ما يخصه فقير. يا يني يا خالد سويت لي زحمه مع هالحرارات، شو بدي اقول للناس؟ ايش اسوي؟ ابوي هالرجال موظف شغلته ما بمن الحرارات، الحرارات ابوي هاي ما غيم واختفت. ليتني ابوك ما حطيت صورهن هالحرارات. انا شركة سواق كويتية للعطور، في عنا 27 فرع في الكويت، في عنا قطر، السعودية، هي كندي. هذا براندها كندي اللي تشوفه. عندها شنط وجواتي. أول. شو الأشياء اللي عندكم؟ أنا عندي جلابيات المغربية الحديثة. ثمانية عشر تسعة عشر عشرين يعني من يوم الخميس والجمعة والسبت، الخميس والجمعة والسبت فاشن أفنيوم أسبوع هذا المعرض هذا كل خطف عليه شهر المعرض اللي قبله، نظرنا المعرض اللي قبل اللي كان قبل شهر وعشرة أيام تقريبا وما شاء الله لاقى استحسان من الجمهور، من طريقة العرض، من طريقة انتقاء العارضات، من انتقاء البوثات، ترتيب المنتجات، طريقة العرض، نوعية المعروض اللي يكون في هالمعرض، فلذلك لاقى الاستحسان. فلذلك طلبوا من راعية المعرض انها تجيب كل اللي هاك اليوم كانوا موجودات وزيادة عليهم، ويبون مرة ثانية يسوي المعرض، وإن شاء الله تقرر الأسبوع هذا يكون الخميس والجمعة والسبت. فاشن أفنيوم بيكون في وين؟ في فندق الشنغريلا. ترى أبوي من قبل شهر وشهر ونص، قبل 22 يوم 21 يوم. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، الناجح ناجح، الناجح يدعو إلى الاستمرارية. البضاعة الزينة والترتيب الزين والمعرض الناجح يعيد عمره مرة ومرتين وثلاث وعشر، معناته نجاح. يعني الله يحفظها هاي البنية اللي مسوية راعية المعرض هذا، نسيت حتى اسمها أنا، نورة، نورة اسمها، نورة هذه ما شاء الله عليها ناجحة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ناجحة بطريقة خارقة. لو لاحظت على في معرضها أي غلطة حتى لو في ترتيب الورود ما برد، لكن قلت لها عيوني بتيج ثاني وثالث ورابع مرة بعد، لأن الترتيب زين، ما كانت طريقة العرض مختصرة، ما شيء تزوير، ما شيء سر هني وتعال هني، خلتني على راحتي. والعارضين كانوا طريقة عرضهم خفيفة، كل واحد مجهز الكرت بسرعة وما شيء تأخير، فلذلك كان معرض خفيف وكان مرتب وجيد
وكله كان فنان. اللي محتاجه منك رعيات البزنس بوث من عندها دق لها تليفون بحطنا رقمها وأكاونتها، إن كان شيء متوفر بتعطيك ما بتقصر، لأن نحن معلنين عن معرضها من أظن من أسبوع جن أو 10 أيام، فلذلك ما أتوقع إن شيء تام. لكن في حال شيء تام أنت تواصل أنا وياها، هي بني ما بتقصر إذا هالخير. هذا أولا. وثانيا مستلزمات رمضان والعيد والأيام الجايين كل موجود عندها، وكل الأنواع الجيدة والأشياء المميزة، ما تعرض للأشياء المميزة. واللي تحيد عندها سامان قوم كتشر أو قوم بعبود لا تقول بتكلمها، لأن المكان مكان المعرض في وين؟ في مكان وايد راغب. مطعم فندق شنقرلا، مدام الفندق شنقرلا فندق 5 نجوم والمعرض 5 نجوم، أكيد البرودكت والسامان بيكون كله سامانهم 5 نجوم، ما يبال أي كلام. وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين يوم الخميس قبل الافتتاح أنا بكون موجود وبصور اللي عند الرواعي البوثات الموجود عندهن، وبشتل قبل ما تستوي الزحمة وقبل ما تستوي المردفيسة وتي العالم كلها. يلا غايته 1 2 3. كم دقيقة الحين؟ خلاص 4 دقيقة. خلاص يلا بسرعة عادة سما يخف وايد مني. هاي شوف جاي، روح حتى انتفش، روح حتى اختبص. والله يا ابوكم ليتكم تروحون اللي انا اروح الحين. اوه هذه الخبيصة اللي خبرناكم عنها، اللي هي خبيصة الدبس حمرة غدي، والقياس اللي خبرتكم عنه شوفوا غدي حمرة ورقم 1. ايوه يلا 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 خلص خلص خلص، كبدها مره واحده، جلبها في الجدر في الحراره. ايوه 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 بارك الله فيك. هذه كم قطي هذا حبيب؟ 2 قطي. قطيين تراهن هايل، تحرونهم منين ولا 3؟ ما شاء الله. يلا بس خلاص. ايوه 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 ليت شوي فيها علاقة، عيبني عاد الخبيصة يوم لاحظت انها شوية علاقة عن خاطري. توها حب طفوها الضب، الحين الله يحافظكم بتصير عند ناس عاد هاي الطيبين حافظ عليهم، لو يسخنون الماء تسموا بيننا وبينهم. يلا تعرف وين بتصير؟ ها ليه في خاطري؟ والله يبوكم ما خضيت في خاطري. شكرا جزيلا يا حفيظ. Thank you. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. وين اسمع حسك عاد انت تصاصر عمرك؟ كم ودي دقيت لك تلفون باحيه العين؟ 1000 تلفون دقيت لك. امسكن كنا في البريم يا حبيبي. انزين بلاك تلفون كله مسكر. ماشي شبكة ما سمعت. التلفون أمس 1000 تلفون 1000 تلفون دقيت لك. قولي الله يهدي قبل ما تقولي ترى أنا بيجي في العين. عنو بزي ما تشوف التلفون إني أنا داق لك؟ والله العظيم شفته أمس في الليل مثل الفير، مش في الليل الفير، والله شفته إنك أنت متصل قاعد أشوف صب هال شو اسمه مكالمات. هي بتودي أبو محمد متى داق الساعة 11؟ 11 وتن عيست وانا دقدق لك الباهي جايب لك سامانك، وعيست وانا حوط ورديت بو وياي. ما علي انا اوصلك هناك حبيبي. ما دل بيتكم ولا اخطاء قلبك حبيبي. شو رويلاتك بالله عليك بو توفيج؟ لا الحمد لله احسن. لا لا احسن هي الحمد. وقميضة قميضة افا غديت بخير؟ ليش تبي قلبك قاسي انت؟ ما ظني انك عين ابو هاك التعب كله ما يابك. والله يا ابو محمد اني من نشيت من رقاد لابويه جسمي كامل، لا اروم انا في مين ولا انسان، لا اي واي واي وش ابا انزل ريولي بموت من اتعور ذي، اقعد فوق الشبريه اقول يا ربي شو هالحاله شو بسوي بينا. اللهم لك الحمد والشكر اليوم وايد زين الحمد لله. تستاهل تستاهل. ف
جديد قلبك والله محمد. انت طمني عليه. انا اقول لك ايه ساير غلاسكو سكوتلند يوم واحد عزم كل حد يقول لي سيرك ما تغني ما بزين يوم ابراهيم هب وياك يوم ما باليوم ساير تاريخ 29 بين 30 تاريخ 1 برد. ترى قلت لك دوام محمد عنه بالحق مديرك من المدير ما بيرخصه ما بيرخصك. ما بيرخصونك. لا ما بيرخصني محمد قرب الله كيف يطلع حليله حليل حل برشا يلا. يلا برايك زين حبيبي سلم سلم الله يحافظك في مال الله يحفظك الحمد لله. هذا بيكون خياط النبراس هذا الخياط اللي البحمة يوبات ما ينت من عشر كل دورة هذه واحدة منها ست لاس لاسيات وست بيض شوف قاعد طولهم رقم واحد والشسف اللي كنت أعاني منها اللي على الصدر مش موجودة وهذا طول اليد لين المرصاد لين الرصد ما بي الأوليات يايات ها لين من أرفع يدي قدم تحران شمي والعروس وحين الحمد لله ها الأوليات مينحات من شرق وغرب وهي الحمد لله على ما تشوفون ما في الحاضر مدح ما أدري أنا محلنهن ولا هن محلياتني خنقت ماشي كدرة وين نحن ترى في أبو ظبي نحن في أطراف أبو ظبي ونحن أبوي ترى في الوثبة هالغبيب الخضر اللي تشوفونها كلها أبوي في الوثبة اللي ما يدري ترى ما يدري واللي يدري ترى يدري اللي ما يدري هذا اللي يالس في البيت ما يصير لا شرق ولا غرب يالس أبوية من جس المقطع ليه الكرنيش ومن الكرنيش ليه نجس المقطع خري من الرسائر ياي اللي يبي يظهر هالشوارع وطلقه والأماكن شوها كله يشوفون كله سدر كله سدر وكلها نخيل وكلها أشجار وكلها قاف وكلها أبوية قرط وأشجار والدنيا مطرجة كلها الدنيا كلها مزارع نخيل يبقى أبوي حد يظهر ويتفرج يبقى حد أبوي يظهر يتفرج يشوف عجائب الله سبحانه وتعالى يشوف أبوي الطرق ويشوف الأماكن ويتفرج عين الله خير ويرد ما بلازم تتمشى كرنيش ولا ما أدري وين دحق ولا محق ما يستوي يظهر الأدمي عين الله يحفظكم داعي داعي من شركة الدار العقارية أحد أكبر إحدى أكبر الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرها الرئيسي إمارة أبو ظبي العاصمة الحبيبة عندهم معرض في سيتي سكيب سيتي سكيب معرض دولي والدار العقارية مشاركة في عدة مشاريع بنوصل وبنرويكم شو المتوفر لدى شركة الدار العقارية ومشاركة في سيتي سكيب معرض دولي شو المعروض عندهم بنرويكم إياه كامل من نوصل يبالنا 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير ومن نوصل بنصور لكم الهست وبنشوف الأجواء وبنشوف العرب وشو الشيء المتوفر وشو أجدد المشاريع المتوفرة عندهم الشيء المميز شيء طبيعي طيب ما اللي كل منكم اللي ما يبي يصور من الشرطة يصير منك إيه والله بعد هاك سيد صار ندس ما يبي حد يصوره ولا حتى هذاك ما يبي حد يصوره ترى قال بيلا صورني لمعون الشباب عافيكم يا سلام يا سلام انت روحك رقم واحد الله يحفظكم وين ندخل الحين وين شيء مكان يعلك تسلم شو بعد تبى أكثر من كذي يعلك تسلم بارك الله عليكم عليكم كيف حالك الحمد لله شو اسمك نام بيجو بيجو ايوه مالو ما مره نام نيسان مالو نيسان خالدي شكرا شكرا بارك الله فيك مساكم خير ونور وسرور من هالمكان اللي ييب البهجه والسرور سيتي سكيب سيتي سكيب هالمعرض اللي تبارك الرحمن ما شاء الله زحمه شركات المشاركه رقم كبير 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 فوق ما تتخيلون رقم كبير غير أنا جاي أبوي للشركة هاي اللي هي الدار العقارية عندها عدة مشاريع وإن شاء الله نبي نصور لكم الهست اللي عندهم شو الشيء اللي عرضت لنا الدار شو اللي تتميز فيه وشو جديدهم في الستاند او البوث الكبير الضخم هذا مال
الدار العقارية. السلام عليكم. عليكم السلام. يا كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. كيف انت؟ يعافيك الحمد لله. مريم كيف حالك؟ بخير ربي يسلمك. مريم ضروري تعرفين العرب انت من قبل. مريم عبد الله قنبر، مديرة مبيعات كبار الشخصيات في شركة الدار العقارية. ما شاء الله، والله مليون مرحبا بك. يا هلا مرحبا فيك. هلا الله يسلمك. كيف انت؟ يسلمك يعافيك. مرحبا مرحبا. يا هلا مرحبا فيك. شو بتخبرين عن الموجود او عن المشروع اللي احنا فيه؟ يا عسب. احنا هني في الدار طارحين مشروع اسمه ليا. نعم. هي اللي هو في جزيرة ياس، عبارة عن اراضي. نعم. الاراضي هذه عبارة عن 238 ارض. نعم. وتقريبا المساحات من 408 متر مربع الى 1800، والاسعار تبدا عندنا من 990,000، والدفعات ميسرة جدا اللي هي 40-60، والاستلام ان شاء الله في الربع الاخير من 2021. الحين هذا اللي هو مشروع ليا صح؟ اللي تابع لشركة الدار، عبارة عن 288 أرض. 238 أرض اللي هم الأراضي مثل ما أنت تشوفهم هني، هذه له مواقعهم. يعني الحين هاي مبنيات الحين فلل، لكن هو بالأساس يعني فقط أراضي. أراضي هي، والأراضي هذه تتنوع، تقدر تبني فيها من 3 غرف نوم إلى 6 غرف نوم. طبعاً كل كاتيجوري أو كل فئة موزعة بطريقة بحيث مثلاً خلني أركز. نعم. على هذيل اللي هني عندك 13 أرض اللي مشاهدات البحر، هي هذيل اللي على القناة البحرية. نعم. هاي لمساحة الأراضي فيهم 1800 متر مربع. نعم. والأسعار تقريباً 4,900,000. نعم. هذه بالنسبة لهذه، يعني هني تقدر تبني من 5 إلى 6 غرف نوم. لكن هل نفس سنهن هاي لو غير؟ لا، هذه المساحات تختلف. انت تطرين بس اللي على الواجهة البحرية، هاي لك كحجم أكبر. نعم. مريم، مريم لبيه تسمعيني؟ ايوه. زين مريم، الحين هاي كلها جزيرة ياس. جزيرة ياس، المشروع هذا كامل شو اسمه؟ المشروع كامل مثل ما انت تشوفه هني، هذا ياس. نعم. ايكرز. ياس ايكرز. احنا نبيع مشروع ليا في ياس ايكرز. زين. اللي هو محدد لك بهذا الهايلايت. هذا هو ليا. هذا الحين مبني وزاهب ولا بعده؟ هذه عبارة عن فلل. فلل. هذه اللي طرحناهم للبيع عبارة عن فلل. فلل. نحن نبيع الواجهة البحرية. الواجهة البحرية. ها مرة على البحر، مرة مشاهد البحر. أيوة. على تجيبه يكون أسعارهم وايد غاليين. عسب شي قلت لك، اللي على البحر، اللي على البحر هذيله الصفة هاي اللي على القناة البحرية. نعم. مساحتهن 1800 وسعرهم 4,900,000. الله يبدلهم دامهن على 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 القناة. وكم الواحد كم يقدر يبني فيهن؟ من 5 إلى 6 غرف نوم. هاي يعني بيوت كبار أرضي. ودور الأول والروف، تقدر بعد تسوي بيسمنت. أيوة. وبينك وبين يارك شو؟ عادي بينك وبين يارك طوفة. يعني الأراضي مستقلة يعني. نعم. أيوة. والحلو في المشروع هذا إنه مفتوح حق كل الجنسيات. يقدر في الخليجي والغير خليجي يتملك فيه. حتى يعني اللي من دول عربية يعني. أيوة. أو أجنبية. أي حد. عندك دول الخليج اللي هي تشمل المجلس التعاون. نعم. الملكية فيها فري هولد. نعم. اللي هي مدى الحياة نسميها، والغير خليجي اللي هي ليس هولد 99 سنة. شو اللي يميز جزيرة ياس؟ شو فيها مغريات عسب الناس أتي اللي بيجي من آخر الدنيا؟ ليش بيجي جزيرة ياس؟ شو الشيء المميز عندكم في جزيرة ياس؟ اللي يميز جزيرة ياس في موقعها، خلينا نتكلم أول. البادي. هذه جزيرة ياس. هذه هي جزيرة ياس. أول شيء خلي أتكلم لك عن المسافة. عندك مثلاً مطار بضبي، يبعد مطار بضبي عن جزيرة ياس تقريباً 15 دقيقة. ما شاء الله. وعن إمارة دبي 45 دقيقة. وعن الرحمن. المدينة اللي هي مدينة بضبي داخل تقريباً فيما يقارب اللي 20 دقيقة لما توصل داخل. يعني أبوي اللي بياخذ في المكان هذا عبارة ماخذ في عين الماء، مرمى هدف. يعني رقم واحد، واجهة بحرية، مساحات، بغيت مساحات كبيرة أو صغيرة عندك الخيار، تبني للعدد اللي أنت تباه من الغرف. وأهم ما يكون هو الواجهة البحرية، القناة، على القناة. مثل ما أنت شايف الحين هني عندك جزيرة ياس، مبين لك شو الأشياء أو المرافق الترفيهية اللي موجودة في جزيرة مثلاً ياس. مثلاً عندك مثلاً ياس مول، عندك فراري وورد. ياس مول أبوي. هذا عقل حرية من المشترى. أبوي اللي ما يعرف ياس مول لازم خبر عن ياس مول. رقم 2 في المساحة، ثاني أكبر مول في الشرق الأوسط ياس مول.
ثاني أكبر ياس مول، ثاني أكبر مول في الشرق الأوسط اللي هو ياس مول. من يعني يبالك ثلاثة أيام لين تقصاه، ثلاثة أيام من أجمل وأرقى وأخير وأحسن المولات في الشرق الأوسط. دخلوا جوجل وبتعرفون عنه كل كبيرة وصغيرة. ما شاء الله العرب عندكم. زين تفضلي، تكلمنا عن ياس مول. تكلمنا عن ياس مول، أيضا موجود عندك فراري وورد اللي هي الحديقة، حديقة ترفيه، حديقة ترفيه مدينة فراري. نعم. وعندك بعد الورنر برادر. نعم. اللي هي الحديقة هذه اللي مسكرة. نعم. على فكرة هذا كله جاهز موجود، وفي العلم والحدائق المائية والمجمعات والفنادق يعني بلاد. هاي ياس مول مدينة طولها طول وعرضها عرض. وحدة طالعيني من أخي تضحك، ما أدري أصورها. إنزين مريم، الحين الواجهة هذه هي مساحتها كم قلتي لي؟ مساحات الأراضي، خلي أفتح لك المشروع. أيوة زين. هاي لك الأراضي الكبار. هذيل اللي مساحتها 1800. زين، واللي من غير؟ هني عادي عندك يتنوع المساحات، عندك تقريبا من 510 الى 1300. اسعار حين كيف؟ الاسعار عندك تتنوع على كل كاتيجوري غير. مثلا عندك الجومبو 500 الاسعار كانت تبدا من 990. نعم. عندك اللي جومبو 700 من 1000 من 1,300,000. نعم. والمساحات الكبيره اللي من 800 مليونين، واللي من 1300 تقريبا على 3 مليون. بالنسبة للمساحات الخضراء، حدائق، ملاعب، أيوة. شوفي متنوعة هي عندك حدايا. عندوش ما يبقى لكلام، يعني ما تكلم ما يبقى كلام. هاي سلعبوي واضحة، هاي اللي تشوفونها كلها المساحات الخضراء في المشروع ككل، كلها بوي الدنيا خضراء، مهتمين في المساحات الخضراء. ها كلها الدنيا خضراء، الملاعب، ملاعب تنس، جول، ملاهي، ما أدري، كل شيء موجود. بلاد كامل. حتى المساجد أهم شيء. هذا من أكبر المساجد، مسجد جامع عود. عندك طبعا البول موجود عندك في هذه البقعة، وموجود في البقعة الثانية يسمونه الكوميونيتي كلاب، اللي هو يشمل الجيم ويشمل البول ويشمل هالأشياء كلها. يعني هالحين الأراضي كم أرض كلهن ككل؟ 283 أرض. 238 أرض هاي. 284. هل إنها عبارة عن كامباوند يعني ولا شو؟ هاي عبارة عن كوميونيتي مسكرة. حوي واحد. يعني هذه جيتد، أقصد لك إن هي مو مثلاً مفتوح لأي أحد يقدر يدخل ويطلع، فقط اللي ساكنين في المنطقة. أيوة. هي نعم. يعني شيء خصوصية. هي نعم. يعني كل أبوي كل ما حد يدخل إلا اللي ساكن. فقط كل الفريج هذا، ما بنهب ودب يدخل عندكم فريجكم، لا خصوصية. أهم شيء أن جميع سكان هاي المنطقة سواء كانوا بالنسبة للأراضي أو بالنسبة. نعم. للفيلا اللي ساكنين في ياس إيكرز كلهم يقدرون يتمتعون بالمرافق الموجودة. نعم. اللي هي قلت لك البول، الحدايق، الجولف، كلهم يقدرون يتمتعون فيها. نقدر نصير نشوف على الموقع هذا؟ أيوة تفضل. شرايس ما عليه؟ حياك الله. لو يبتينا من الصبح يعني بعيد أخيات، نسوي تشويق بعد. لا شوفي الحين هاي الفلة اللي شفناها نحن الساعة صح؟ لقيتي لي الكبار الواجهة البحرية اللي مساحتها 1800 هاي الكلهن لاين واحد فقط 13 أرض هاي متاحات حاليا؟ والله أوردي انباعن. ليش تخبرينا عنهن؟ لازم نسوي تشويق. الله العظيم انت بعد غير نمونة. يعني اللي على البحر على كل انسان، لان احنا اليوم بدينا البيع ما شاء الله، فهذيلا 13 ارض وتقريبا الطلب كان عليهم فوق ال 50. تبارك الرحمن. زين والباجيات هذا اللين هذا واللين هذا، هذيلا عاد المساحات اللي قلت لك عنهن اللي تقريبا من 510 الى 800 الداخليات. اما اللي على الجولف والملاعب اللي هناك بنروح نشوفهم الحين، هذيلا من 1300 1200 مساحات مشاهدات ملاعب الجولف. يعني والطرف هذا شو مشاهدات هذا مثل الحدائق، وفيها ايضا الالعاب، وفيها مثل ما تشوف انت هني المسجد الموجود، هي الجامع، وفي مدرسه بعد
هناك بس ما تبين، ما مبين في المجسم هذا. فنروح الطرف الثاني عسب ان نشوف الجرين اريا. الحين هايش كانت الواجهة البحرية صح، خلصنا منها. الحين هاي اللي في الليل شو وضعهن؟ هذيلا اللي قلت لك مساحاتهن تقريبا عندك من أصغر عن اللي على الواجهة البحرية. هذيلا مساحات من 800-1300، الأسعار عندك تقريبا من 2,000,000 وطالع. نزيل. من 2,000,000 إلى 3,900,000. شي طلن عليه؟ طلع على الملاعب. على الملاعب اللي انت تشوفهم هني، عندك الحديقة، عندك اليلس اللي هناك، وفي نفس الوقت يقدرون يشوفون القناة البحرية. يعني البيوت هاي كلها تقدر تشوف القناة البحرية صح؟ بالذات اللي هناك أول سكشن هذا، لين هني يقدرون يشوفون. لكن اللي هني ما أظني، اللي هني بس يشوفون الملاعب على المنطقة الخضراء. زين، وهاي الجهة نفس الشيء، تنوع موجود في هاي الجهة وهاي الجهة. اللي يميز هاي الجهة عدد الأراضي أقل تقريبا، مال 98 أرض. نعم. والبقية هناك، فمجموع الأراضي اللي في هذه، مجموع الأراضي بالنسبة للبقعة هذه والثانية اللي هي 284. طريقة الواحد اللي بيسأل أو عن الدفعات، عن الدفعات وعن التسهيلات، طريقة السداد من وين هان الواحد يعرفها؟ طريقة الدفعات احنا مسوينها طريقة مرينة جدا، اللي هي 40-60. الأربعين هاي تدفعها كيف يعني؟ 40-60 وشو المقصود في 40-60؟ وهل ان 40-60 تشمل جميع المقاسات الأراضي؟ نعم، لأن هذه هي طريقة الدفع، تشمل جميع العروض اللي موجودة عندنا. 40-60 عبارة عن انك تدفع 40 في خلال 2.5 سنين، اللي هم 5% حاليا، 5% بعد 6 شهور، هاي بالنسبة ل 2019. ف 2020 عندك 5% في شهر 4، 5% في شهر 10. تفضلي. طريقة الدفع مثل ما قلنا 5% الدفع الأولى حاليا للحجز، وبعدها ب6 شهور 5% ثانية، اللي هي بتكون في شهر 10-2019. هذا بالنسبة ل 2019. بالنسبة ل 2020 عندك 10% في شهر 4، وبعدها ب6 شهور 10% في شهر 10. هاي بتكون أنت هني كمل 30%، والأربعين اللي هي الدفع الأخيرة بتكون في شهر 4-2021. بهالطريقة أنت بتكون دفعت 40%، بيتبقى 60%، وال60% بتكون إن شاء الله في شهر 10-2021. زين، هل أثناء من أبتدي أنا الدفع متى أقدر أستلم أرضي؟ تستلم أرضك بعد ما تنتهي البنية التحتية اللي هي في 2021، في الربع الرابع من 2021 اللي هي في شهر 10. مريم، من المتعارف عليه أن الوادم تأخذ الأراضي ويقولون أن هذا مثل كامباوند وما حد يدخل وما ما شو يعني، ويكون شيء امن وشيء سكيورتي وخصوصيه، هذا بيكون بوي مقابله بيزات. هل انتم حالكم حال غيركم بعد بيزات؟ اكيد ما في شيء ببلاش. بعد هاي في رسوم سنويه تندفع، اللي هي تقريبا 5 دراهم على الفوت خلينا نقول، او 54 درهم على المتر المربع بالنسبه لمساحه البناء. البنى يعني البنى اللي مساحة البنى الجي اف اي. أه. يعني اذا اعطيك مثال، اللي مساحة الارض 510. نعم. هذه بيدفع في السنة. نعم. تقريبا حول 19,000. نعم. 19,000 رسوم خدمات، بس هاي الرسوم يدفعها بعد الاستلام ب5 سنين، يوم بيكون الكوميونتي كامل جاهز. يعني مش مجرد ما يذهب البنيان. نعم. ولا بعد ما تكون البنية التحتية جاهزة اللي هي في 2021. نعم. عندك أنت 5 سنين عشان تبني الفيلا. نعم. فخلال هاي الفترة أنت ما تدفع شيء، ليه ما تكون الفيلا كاملة جاهزة، أو الـ مثل ما أنت صورت هني المرفقات كلها تكون جاهزة، المناطق الخضراء. مش اللي بنياني أنا يكون جاهز يعني، لازم هني يطبق. أيوة هني. آه. يطبق 54 درهم على المتر المربع. يعني يطلع اللي أرضه من الأراضي الكبار كم بيدي هذا؟ عندك أنا مثل ما قلت لك أرض بيطلع لك 19,000، واللي المتوسطة 30، واللي أكثر ممكن 50 سنوية. بارك الله فيك. يا هلا مرحبا. شكرا يا مريم. هلا مرحبا. أهلا. عندك شيء تخبرين عن شيء ما حد يدري به، شيء خصوصي، شيء فنان، شيء؟ تقريبا غطيت كل شيء. يا الله سلمت. يا هلا مرحبا فيك. هلا مرحبا. مريم، ما علي سامحيني ياسا صورت. شو تقدرين تعطينا طريقة اللي بيسأل عن استفسارات، عن يبي يعرف عن مقاسات، شيء كلام نحن تكلمنا ما كان واضح مثلا، وشخص يبي
يعرف أكثر معلومات، شو تقدرين أعطينا من يعني طريقة التواصل معايا ولا؟ إيه إيه عجوا. أوكي خلاص أنا بعطيك البزنس كارد، وفي نفس الوقت أذكر مريم عبد الله قنبر مديرة مبيعات كبار الشخصيات، وبعطيك. كان حد من صغار الشخصيات يبي يشتري. حاضرين 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 للجميع. ما إلا يعني مرتبات. نعين ونعاون طال عمرك. حاضرين للجميع. يا هلا مرحبا فيكم. هلا مرحبا. مريم ترى ياسة صورت ما عليه. أحسن من تيالسة. مساع مكواش وقاعد يطول عني ما شاء الله عليك. زين. شو حين هذا؟ هذا هو البروشور اللي عن لي. هل متى بروشور؟ هي هذا يبين لك الأشياء اللي موجودة، المساحات، أنواع الأراضي. شوف هني يبين لك الأراضي اللي أنا قلت لك عنها، اللي هي أنا قلت لك عدة أنواع. هذيل اللي قم بـ 405، هذيل اللي 510. في ناس يهمهم جدا يعرفون كم الطول في العرض. هذا اللي يطريه. هي فالناس وايد مهم عندهم إن يعرفون كم الطول في العرض. هني مبين لك مثلا هذه اللي 510 مساحة الأرض، الطول العرض 17 متر والطول 30 متر. الناس أدري هني عندنا أكثر شيء متداول عندهم الفوت كم في كم. فهني عندك تقريبا شيء 57 في 100. ما شاء الله. هذه أنا أعطيك مثال على 510. يعني 100 فوت مو شيء بسيط كبير يعني. هذا الطول. إيه. والعرض. العرض تقريبا 57. وعندك مثل ما قلت لك. أقول إيش ما عليه؟ أقول وين مركز البيع والمشترى اللي بيجي لازم الحين دخل من هالمكان؟ هاي بوابة رقم 5. شاف الستاند هذا بكبره قدامه. هاي البوث اللي بلاد ها غرب الله تعدوهن يقولون ما عندهم بيزات مكثرهن. هذا ظهرنا أبوي اللي رواع البيزات ظهرن رواع البيزات مكثرهن. أنا أبو أكثر اللي يشترون أراضي كلهم حريم ملككات. فهني عندك ربودي. نعم هاي اللي صورناها من نهاية الحرمة. ما دلها. إنزين شو أسوي؟ عادية تروح حتى قدام الكاميرا. مهتم يبغى يعرف التفاصيل يبغى يشتري. هي. نوديهم هني عنا البوث الثاني هذا للبيع. هذا. يعني هذا مركز المبيعات. من هاي البوابة. من البوابة هاي تخشين لادمي. هذا مركز المبيعات. مريم هذا المدخل. أول بادي هي الشخص من هذا المكان. بوابة رقم 5. اول بادي لازم يشوفك انت وتروينه وتشرحين له شو يبه شو ما يبه. بعدين ندخلهم هني. نعم. ندخلهم هني مركز المبيعات. نعم. ياخذون توكن نمبر من عندنا هني ياخذون رقم. زين. ونشوف هذا الريال روحه هو اللي يجسم الاشياء هذه. هي هو هذا اللي يوزع الارقام. احسن عليك مصطفى. فعقب ما مصطفى أصلاً. يعطيهم الارقام. نعم. عندنا هني السيلز يشوفون منو اللي فاضي. نعم. ها وهذاك اللي هناك كلهم مبيعات. هي هم هذيل السيلز. ها ما شاء الله فل ما شاء الله سيلز ما شاء ابوي ها ابوي اللي بيعرف المكاكين واذا المكان هذا يصيحون بالمال حييهم هني بيزخهم ابوي زخات ضحى هاي يقولون ما عندنا ما كم شفت لك انا وقت روحت اصورهم حد يفتم علي ولا سياته هذي يصيحون بالمال ها شوفوا هناك مسوين ها سيلز ها قلتي لي هم هذيل السيلز فتشوف هني الموظفين كل واحد يالس مع العملاء يشرح لهم نشوف هني بس ناخذ فكرة عنهم كيف يشرحوا لهم يرون لا ما علي مش مشكلة مثال السيلز موجود مع العميل عميل يستفسر عن الأشياء اللي موجودة قدام الخريطة وهو يطلع له شو الأشياء اللي موجودة نعم شو المتاح شو المتاح يشوف هناك على أرض الواقع ويتنقى ويجي هني عادي يشرحوا له شو اللي موجود شو اللي ما موجود شو الأفيلابل شو اللي مش أفيلابل بارك الله فيك شكرا احنا كل خلصنا وغطينا بارك الله فيك يا مريم مشكوره ما قصرتي على الله يحفظك جزاك الله خير سامحينا عاد كلمنا عليك عبد الله بن قبر لبيك اقول لك معرسه ها ليش عادي لا سؤال عادي ها معرسه لا مش معرسه ليش بخير لا بخير ولا شياته ما شاء الله ما عليك قصيره على الله يحفظك يا الله يا رب يا الله يا رب يرزقك ان شاء الله الرجل الصالح اللي يستاهلك ان شاء الله يا رب يرزقك ان شاء الله الذريه الصالحه ان شاء الله يا رب الله يحفظك يا عبد الله هلا مرحبا فيك المغرب في ابو ظبي هذا العنوان المغرب في ابو ظبي هذا العنوان يتجدد كل سنه في ارض المعارض المغرب في ابو ظبي مكان جميل مميز
يظهر الروابط الأسرية بين الشعبين الإماراتي والمغربي، شيء جميل ومميز. كل سنة بحلة جديدة، وكل سنة ترتيب جديد، وكل سنة يظهر العراقة المغربية داخل أبو ظبي. وإن شاء الله بكرة بيكون الافتتاح الرسمي، يغير الزيارة بتبتدي ورا بكرة إن شاء الله يوم الخميس تاريخ 18. تاريخ 18 الأبواب مفتوحة للجمهور الكريم، للي بيجي يبي يعرف كل ما هو كبيرة، كل ما هي معلومة كبيرة أو صغيرة عن المغرب الحبيب، المغرب الجار، المغرب الصديق. ما شاء الله تجهيزات قائمة على قدم وساق، تجهيزات على قدم وساق، تبارك الرحمن. المسؤولين ما بقصرين، هذه المكان مثل خلية النحل، مثل خلية نحل لحدث ضروري، حدث مشرف، حدث يفتخر به كل إنسان يعيش على أرض هذه الدولة، حدث يهم كل إنسان محب للسلام وللطيب، محب للفن، محب للعراقة، محب للأشياء الحرفية الأصيلة، للتراث المغربي. بتلقطه أني موجود في هالمكان، في هالمكان الطيب، في أرض الطيب والرخاء، أرض الإمارات الحبيبة أبوظبي. رحمة الله يحفظكم رئيسة التواصل الاجتماعي في المملكة المغربية. أهلا وسهلا، مليون مرحبا، مليون مرحبا. الله يبارك فيك يا أستاذ خالد، الفرحة كلها لي لأنك موجود معنا، ولأنك تمثل يعني عرق الدولة الأصيلة المباركة، وجودك معنا إن شاء الله راح نتواصل عبر تاريخ من الإمارات وتاريخ من المغرب. أهلا وسهلا بكل إخوة الإماراتيين، أبارك لكم بهالإنجاز العظيم، بهالشيء الجميل. ما شاء الله ديكورات مميزة بكل ما تعني الكلمة من معنى. والله جميع الحرف المغربية، الفن المغربي توج في هذه التحفة التي عمل عليها أيادي حرفية مغربية، طورتها لتكون في مقتبل الإماراتيين، الإخوة الإماراتيين الذين نكن لهم كل الخير، وكل يعني العلاقة الاستثنائية بين الدولتين يجب أن تتوج إلى أرقى شيء، وهذا الأرقى شيء هذه التحفة الموجودة في أرض أبو ظبي الطيبة. يعني الله يعافيك، شكرا جزيلا. سعيد برادة، كيف شرفين. حالك؟ شرفين، مبروكين على هالإنجاز العظيم الجميل. أنت مبدع، أنت مبدع بكل ما تعني الكلمة من معنى، ما شاء الله عليك. الله يحفظك. يعني كيف أنت الحين، أنا كل كلمة شكر تكون قليلة بالنسبة على هالإنجاز العظيم اللي أنت مسوينه. الله يحفظكم. أنت كما تضيفونا هنا في أبو ظبي، وكنحاولوا نكونوا على حسن الظن وفي المستوى. ما شاء الله عليك، تبارك الله. الله يحفظكم. الله يحفظك، ما شاء الله. تسلم على كل اللي سويته، هذا إنجاز وايد كبير، كبير وإنجاز مشرف. يعني ديكورات وترتيب، أنا قاعد أشوف حاليا تحفة معمارية ما تبغي تغمض عينك من كثر ما الأشياء جميلة. الحمد لله، الحمد لله. درتي دورة على الرواق ما شاء الله، ما شاء الله بالكامل دياله. إن شاء الله بكرة بيكون رسمي. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. بارك الله، إن شاء الله بكرة براويكم، براويكم كلكم كل المنجز هذا، هذا كل اللي تشوفونه إنجاز هذا المهندس الريال. الله يحفظه. الله يحفظكم، بارك الله فيك. ننهيها، الاسم مجنونتك والعمر أنت عمري والهواية أواك، وطني دمت شامخا سامقا. اللهم آمين، شكرا جزيلا. الله عليك. خالدي مشكور يا الخالدي أبو محمد، اليوم توصي على الإخوان، الإخوان يا أبو محمد من الإخوان من الأول حين حتى الحين. أنا بيوخي الرجال يعتزي بأخته، أخو موز، أخو عاش، أخو فاطمة، أخو مريم، أخو حمد، أخو اللي فيه خير، الرجال اللي فيه خير وفيه نخوة. الحين بعض الإخوان ما يدانون خواتهم، يا حرمة فرقتنا، يا من طمع في الدنيا الفلوس. كلامك كله صح يا أبو ومحمد، عشان الإخوان ما يسروا زماننا هذا، لا والله ما يسروا بعضهم، بعضهم مو كله. أنا ما أقول لك عشان الإخوان كله، والله هو نعم فيه بعضهم، يضمون على خدته، يضمون على دته، يضمون على الرجال يعتزي بخته. في رجال فيه خير وفي رجال داني كسر ملن يسميه. مساكم الله بالخير. هي البحر راقد الساعة 3
وناش اليوم الفير وركضه من اصبحت وصلت البيت ابوي قبل المغرب. احط اول شوي الا بطيء رقدت ابوي مشيت الساعه 8:30 الحين قبل شوي توني بصلي المغرب تدرو حد يصلي المغرب عقب ما يدل العشاء كم قلت لا حيله رقدت طيحت الحمالي طحت ابوي اليوم اي والله الحمد لله رب العالمين خير وسهاله ورقم واحد ولا اشكو من باس. والجماعه ياسر يزلون الدهن هناك واني بسير اصورها لين الحين ما صرت وديتين ثلاثه حنيوني وانا ياس خالي في الخيمه دلالي ودنياي وفنيا ساير وفنيا الياي تصيح ذنيك يا صلاح تصيح ذنيك يا صلاح والله يا ابوك تولهت عليه حليلك يا صلاح. وصلنا الى حلقه التصوير. السلام عليكم. هاي جيلز. سلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا قلنا لكم الذهب هذا الذهب الصافي. شوف الذهب الصافي الزمان يبلى وهو ما يبلى. بارك الله فيكم. شكرا يا حفيظ شكرا يا حفيظ شكرا يا حفيظ. الحين الدهنه بردت من تبرد الدهنه يردون عاد يزلون شايف دباب وشايف فقراش شايف دباب وشايف فقراش. ها حد يحط استكارات وحد يقرطس وحد يزل وحد يلف وحد يصب فقراش وحد يحط دباب على ما تشوفون ربع تعاونه وما دلوا. شو الدهنة هذا كله أكثر عن 90% كله ما أخوه. وإن شاء الله ورا بكرة يسوون بكرة لا ورا بكرة إن شاء الله إذا الله جعلنا من حي بيركبون المريل الثالث إن شاء الله. كل ثلاثة أيام حين مريل كل ثلاثة أيام مريل الحين خلاص الناتج مال المزرعة لين يجي رمضان. هذا كله لنا نحن كله لنا إن شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. شكرا بطة شكرا الحناية شكرا شكرا دواركة ثانك يو مرسلين يمين انزين ها 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 بالراض على عمرك يلا ثانك يو. السلام عليكم طوع عيد مبارك شو اخبارك بكره بينا واحد من الشارج بعد مطوع شراتك اسمه خالد القصاب بيتريق عندنا تعرفه بكره بتشوفه لحيته اكبر عن لحيك باربع وديات. هذا نمونه بكره مطوع شيخ بني بيقرا على ابراهيم توفيج طلبت نشرات الحياطه. يلا ثانك يو. اي والله اسمها شغله شيء بخشيش يعطونك هذه تصير تعطيهم الدهن. ما شاء الله فينا فراتيات 20 قطعه الحمد لله. الحمد لله تقول شكرا. الحمد لله شكرا. ايوه ايوه شكرا جزاك الله خير شكرا كثير. انا الحمد لله اي مكان ودي طلبات دخلات سوي خصوصي سلام عندي بابا خالد الخالدي. والله ما شاء الله كلش نفرات سوي سلام قول سوي سلام عشان بابا سلام مع بخشيش ولا بس سلام خالي. الحمد لله ياتي 5 10 20 الحمد لله. شوف نفر يعطي بخشيش وصل سلام ما في بخشيش ما تخبرني السلام سلام عليكم سلام عليكم. صلاح وين اشوفك عاد هنا وين اشوفك. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم يا نبي صالح انت حلو والبحر مالح بعد صلاح انت وين وين انت في الحجرة متبتي ابو ظبي بتونوا يا بدرية ها؟ تعال هريس ايش اسمه؟ أسد أسد عليكم السلام
هلا اهلين اهلين اهلين. اه وين خلي الكاميرا جداك، خلي الكاميرا. ما ربي ما تشذبك الليالة طل الشارب واللحية ما تباني اشوفك هدي تشوف. ها صلاح، صلاح حبيبي تولهت عليك. اه ايه ما يعرف الكلام. ان شاء الله حبيبي يعلهني نان بينننك. على هواك يوم بت يوم بتي ما بتي نت بس يرد بي. ايوه بابا يجي بيت شويه صباله بعدين تروح مريم دبي. ان شاء الله ان شاء الله. صلاح بتي صلاح بتيب لي هديه. صلاح زين. صلاح صلاح وين؟ سعيد سعيد ابو بخيت وينه؟ سيروا صوروا 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 سعيد ويا صلاح وطرش، خلي العرب يطمنون على ابو بخيت يا اسد. اوكي بابا بس تروح هناك بعدين سوي تليفون سوي كاميرا سوي فيديو. انزين يلا بارك الله فيك. اللي تخبرون عن البرنامج اللي نكلم نحن صلاح فيه في امريكا، هذا برنامج موجود يتنزل من ابل ستور اسمه بوتيم، اظني 50 درهم اشتراكه في الشهر، مرخص من البلاد من الحكومه يعني من هل بالاتصالات 50 درهم مكالمات وفيديو مسموع ومرئي ومسج. رقم واحد من متى حين احنا حطيناه نكلم بعض اللي خارج الدوله واللي داخلها بلاش 50 درهم من شهر لشهر، والله ما اتذكر عاد هل هن 50 ولا 100 نسيت. وبرنامج لا فيه حد اختراق ولا ابو اختراق، رقم واحد واضح الصورة واضحة ومن كل بلاد يوصل وبلاش يعني عبارة. ها صلاح حبيبي وين تروح؟ مول؟ شو سوي؟ خاص بس. خاص بس او خبوز؟ خبوز. او تاني؟ حليب. او ايس كريم؟ صراحة بيوم ما يأكل آيس كريم؟ والله إيه. آه شباك. من سوق أكل آيس كريم. هذا سيارة شوفي سيارة إيرنس. شوف اللي قدام. ما خلص. استني بقى. السلام. لازم. صلاح بيبي يشتري بسكوت؟ يا سلام واجد ورد متروز هذا مول. صلاح بيبي يشتري هذا خبوز؟ مول هذا صلوها؟ لا لسه. اشتري كيك هذا حبيبي مال انت صلاح؟ أرباب صلاح كل هذا؟ ليه أنا؟ الحين اشتري هذا واحد باكت أسود ولا أخضر أحمر؟ تشيك صلاح حبيبي شوف فيه هلو ولا ما هلو؟ زين؟ تبي شيل واحد أسود؟ كيف واحد أسود أيوة؟ لا لا تمام. صلاح انت وين؟ امريكا خبر امريكا. وين انت؟ امريكا بيت ديكا بيت حجرة. ايه الحجرة متى بتبغى بيت؟ بدري
حبر ماما بدرية سوا 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 بلي سوا سوا عجيب دبي لا حط بالك وانا اسمع كاكا انا دبي دبي عشان عشان سلام السلام عليكم بابا كدور بني تي بابا انت كيف الحال جاي جاي كبر قدوة كلم كلم سلام منو هذا صديق انت صديق انت تي كلم كلم ايه شو خبر انت بابا خالد الحين الحين شو كلام هذا ايه خالد شو ايه اللي معلنا له سي سلام ابو سيد ها انت سي خبر ما يخبر انت كسيت انت الحين انت سوي تليفون اذا هو سوي كلام زين بكثره الاسئله كثره الاسئله اقول لكم الخبيثه الصبح الطحين محموس الطحين محموس مهنهن ليه غدا حمر الف الحين قلنا الصبح لكن توني طالعت الفيديو ما لقيت مكتوب ما بمكتوب فيه انه محموس طحين الخبيثه مالت الدبس في كل الاحوال ما تسوى الخبيثه بطحين ني كان على دبس ولا على ناريل ولا على اي كائن كان اي خبيصه لازم الطحين محموس اي نوع من الطحين لازم يحمس لاجل الخبيصه فاستعيب من اللي يسالن ما قلت الطحين محموس ولا لا معروف ان الطحين اذا للخبيص لازم يحمس ما تختبص الطحين الخبيصه ما تختبص الا اذا ان الطحين محموس إذا ما نحمس الطحين تنعصد ينجلب اسمها من خبيصة إلى عصيدة العصيدة حد يحمسها شيء بسيط وحد ما يحمسها 99% من العرب العصيدة بمختلف أنواعها ما تحمس لكن الخبيصة لازم تحمس عسب تتفلفل وتختبص ترى اسمها خبيصة ألف سؤال من الصبح لين حين يوم طالعتها قلت ما يسويني ما قلت ثاني اتضح اني ما قلت انها محموسة الخبيصة الطحين ما قلت انه محموس لكن هو صح لازم اني اقول لكن ما قلت لانه معروف شيء بديهي يعني ما باليد حيله